وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، أذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تكلمنا في الدرس السابق عن بعض صفات الأنبياء، وحذرنا مما لا يليق بهم، حذرنا مما لا يتفق مع منصب النبوة، حذرنا من بعض الأكاذيب التي تفترى على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وتكلمنا في آخر المجلس في أن مسألة الجبن لا تجوز على الأنبياء، يعني أن يكون جبانا رعديدا، هذا لا يليق بالأنبياء ولا يجوز عليهم. وقلنا إذا أردنا أن نتكلم عن الهجرة نقول هاجر تنفيذا لأمر الله، ولا نقول هرب، ولا نقول هرب. وبينا، أعطينا وذكرنا أمثلة عن ذلك. الآن نريد أن نقف عند مسألة مهمة في هذه الآية: لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية فيها ثناء ومدح لأبي بكر الصديق، ثناء عليه ومدح له. لماذا؟ لأن الآية فيها إن الله معنا،
ولم يقل الرسول إن الله معي، وبينا أن معنى الآية إن الله معنا يعني حافظنا وناصرنا ومؤيدنا، وهذا تأييد لأبي بكر الصديق، هذا مدح له رضي الله عنه وأرضاه. ويكفيه شرفا أن الله تعالى اختاره ليكون رفيقا وصديقا لنبيه، يكفيه شرفا أن الله اختاره ليكون صديقا ورفيقا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وحزنه رضي الله عنه لم يكن على نفسه، أبو بكر حزنه كان على رسول الله، وأبو بكر كان من حيث الجرأة والشجاعة أشجع الصحابة. يعني كم تسمعون عن جرأة عمر وعن شجاعة علي وخالد وفلان وفلان، أبو بكر كان أشجع الصحابة، وهذا باعتراف وإقرار من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لأن الكفار عندما اجتمعوا على رسول الله عند الكعبة وأرادوا قتله، علي يقول ما فرقهم عن رسول الله إلا الصديق. يعني أبو بكر دخل بينهم ثم صار يدفعهم عن رسول الله، يعني صار وحده متحديا لهم، فتركوا الرسول وأقبلوا بالضرب على أبي بكر الصديق حتى أغمي عليه ولحقه الضرر العظيم. لكن الرسول يفدى، الرسول يفدى بالوالد والولد وبالروح والجسد. أليس الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم؟ النبي يجب على الصحابة، يجب على من كان معه أو حوله وكان تعرض للخطر، يجب عليهم أن يحاموا ويدافعوا لو أدى ذلك إلى أن يقتلوا دونه. هذا واجب، أن يفدى الرسول وأن لا يمكن الأعداء منه، وأن لا يمكن الأعداء منه. أبو بكر اقتلعوا شعره واقتلعوا من شعر لحيته وهو يدافع عن رسول الله، فلما حمل إلى بيته وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد خرج ولم يتمكن الكفار من قتله، لما أفاق أبو بكر رضي الله عنه قدموا له الماء، قال لا أشرب حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هو بحمد الله بخير، قال حتى أراه، ما كان يقبل حتى يطمئن على صحة رسول الله وسلامته. فصار يهادى أبو بكر، يعني بعض النساء منهم أمه وهي كبيرة وبعض أقارب وقرابات الصديق أمسكنه وصار يهادى إلى أن أدخل على رسول الله. فلما رآه اطمأن، لما رآه اطمأن. وأبو بكر الصديق هو الذي فرقهم عن رسول الله، هذا علي هو الذي يحكيه، علي هو يحكي هذه الواقعة. فإذا أبو بكر نعم كان نحيل الجسد، لكن القوة تكون حيث يجعلها الله، ليست العبرة بالضخامة، لا، إنما تكون حيث جعلها الله عز وجل. أبو بكر كان نحيل الجسد لكنه كان أشجع وأجرأ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه.
وهكذا حزنه كان على الرسول ليس على نفسه، ليس على نفسه، لا تحزن، لأنه رضي الله عنه كان يخاف على الرسول في الطريق في الهجرة، تارة يمشي أمام الرسول وتارة يمشي خلفه وتارة عن يمينه وتارة عن يساره، وكلما مشى في مكان يذكر الجهات الأخرى فيخاف أن يأتي العدو منها فيتحول إليها، وهكذا رضي الله عنه. ثم لما وصلا إلى الغار قال يا رسول الله لا تدخل. هو أبو بكر لو كان شبان كما يفتري البعض، الدجاجلة، الزنادقة، الشياطين، كان بقي برا ليفوت الرسول بالأول، لكنه لا، هو قال يا رسول الله لا تدخل، دعني أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء كان لي دونك يا رسول الله. هذا أبو بكر دخل الغار وصار يتحسس بيديه إن كان شق أو جحر أو ما شابه، يأخذ من قميصه ويسد الجحر أو الشق. ثم بعدما تأكد قال ادخل يا رسول الله، قال ادخل يا رسول الله. بعض أهل التاريخ يذكرون أنه كان بقي في الأرض جحر فوضع عقب رجله فيه، أبو بكر وضع عقب رجله فيه، وضع عقبه فيه، ثم جلس وقال ادخل يا رسول الله، فدخل الرسول ووضع رأسه الشريف على فخذ أبي بكر رضي الله عنه. ثم لما انتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال إن عقربا أو حية كانت تلدغه أو تلسعه وهو لا يرفع عقبه عن هذا الجحر خوفا على رسول الله، فلما انتبه الرسول وعلم ما أصابه دعا له فبرئ في لحظتها، برئ في لحظتها. فلما قال له الرسول لا تحزن، حزنه لم يكن على نفسه، حزنه وخوفه اضطرابه كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول الرسول إن الله معنا، هذا قرآن نزل، القرآن يخبر عما حصل، يعني الله تعالى جعل تأييده وجعل نصرته للنبي ولأبي بكر، لأن الرسول ماذا قال؟ إن الله معنا. طيب هذا بيدل على شو؟ على صدق أبي بكر وصفائه وإخلاصه وقوة يقينه وعلى تقواه وعلى ولايته، فهو أفضل أولياء البشر، بل هو أفضل من عوام أولياء الملائكة، وهو أفضل البشر بعد الأنبياء، بعد الأنبياء وبعد خواص الملائكة أبو بكر هو الأفضل، يعني أفضل من عوام الملائكة وأفضل من البشر بعد الأنبياء، أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر، أبو بكر. وهو الذي شرفه الله وكرمه بأن أوحى لنبيه فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بعض المؤرخين والمفسرين كالحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي يروي هذا منه حديث، يروي عن علي أنه قيل له أترضى بخلافة أبي بكر؟ قال كيف لا أرضى وكيف لا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا حيث قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا علي يقول هذا في أبي بكر. فإذا أبو بكر الصديق
سبق في علم الله الأزلي أنه يكون تقيا وليا صالحا طيبا مباركا، وأنه لا ينقلب بعد موت الرسول، لا يتغير. بعض الملاحدة، بعض الزنادقة ماذا قال؟ قال هذه الآيات كانت في حياة الرسول، لكن لما مات الرسول انقلب حاله وتغير. يقال لهم علم الله أزلي أبدي لا يتغير، علم الله أزلي أبدي لا يتغير. ولو سبق في علم الله الأزلي أن أبا بكر يتغير ويرتد وينقلب ما نزل مدحه في القرآن، وإلا فقولهم هذا فيه نسبة الجهل إلى الله. شفتوا؟ هذا نتائج العقائد الفاسدة، يعني بغض الصديق. انظروا إلى أين أوصلهم بعض أهل الأهواء، بعض المبتدعة في العقائد. قالوا هذا كان في حياة الرسول، لكن لما مات الرسول تغير حاله وانقلب. الرسول بشر تلا القرآن، والرسول لا يخطئ في ذلك. وإن قالوا تغير أبو بكر بعد وفاة الرسول، فعلم الله لا يتغير، علم الله أزلي أبدي. وإلا فعلى قولهم الله جاهل، حيث مدح إنسانا ينقلب من الصلاح ظاهرا إلى الفسق ظاهرا. وهذا من يقوله؟ أي عاقل يرضى بذلك؟ لو كان سبق في علم الله أنه ينقلب، كيف أنزل فيهم قرآنا في سورة التوبة؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من المهاجرين، أبو بكر هو ثاني من أسلم على الإطلاق. أبو بكر هو ثاني من أسلم على الإطلاق، أول من أسلم على الإطلاق خديجة، وهذا أبو بكر. وبعضهم يقول علي، لكن علي كان صبيا، أما من الرجال أبو بكر. طيب، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في طليعة المهاجرين، سيد المهاجرين والأنصار بعد رسول الله، هو سيد البشر بعد الأنبياء. الله ماذا قال؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله لا يتغير علمه، لو كان يتغير لكان مخلوقا، لو كان يتغير لكان جاهلا. الله يقول إنه راض عن أبي بكر، كيف ينقلب بعد ذلك؟ ولو كان علم الله أن أبا بكر ينقلب ويتغير حاله، كيف أوحى للنبي أن يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ وهذه إشارة للخلافة، إشارة ليس تصريحا، إشارة، لأن الرسول مريض والرسول في مرض الموت. يعني لما اختار له الإنسان للصلاة يعني يختاره لما هو دون ذلك. طيب لو كان سبق في علم الله أنه يتغير وينقلب حاله، كيف الرسول قال لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ ثم لو كان أبو بكر بهالصفة كما يزعم هؤلاء، لو كان ينقلب ويتغير ويكون ظالما أو يكون كافرا أو يكون منافقا، لماذا بزعمهم اختار الله تعالى لعائشة بنت أبي بكر أن تكون زوجة لمحمد؟ عائشة حبيبة رسول الله، حبيبة الله، من أنزل الله قرآنا في براءتها. هذه مين؟ عائشة، السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق. يعني الله تعالى عالم بهم وعالم بحالهم وعالم بما يكونون عليه بعد وفاة الرسول، فلماذا قال وأزواجه أمهاتهم؟ إذا كان عائشة انقلبت وأبو بكر انقلب، يجاوبوا عن هالسؤال، وأزواجه أمهاتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه.
يجاوبه. يعني على زعم الله جاهل؟ يعني على زعم الله مخلوق يتغير؟ يعني على زعم الله مدح المنافقين والكافرين؟ يعني على زعم الله اختار لنبيه زوجة خبيثة تنقلب وخليفة يكون فاسقا كافرا بعد الرسول؟ حاشا حاشا، هذا فيه تجهيل الله، والله منزه عن التغير والتبدل، لأن الله قال في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هذا مدح لأبي بكر الصديق، إن الله معنا، ما قال الرسول إن الله معي، تأييد. إذا كان سبق في علم الله أنه يتغير، لماذا بزعمهم نزل قرآن آيات عديدة تدل على مدحه والثناء عليه؟ لماذا بزعمهم؟ إذن إن الله معنا هذا تأييد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومدح من القرآن العظيم له. ثم ما معنى إن الله معنا؟ إن الله معنا ليس بمعنى الحلول، ليس بمعنى الحلول، ليس بمعنى التحيز في الغار، ليس بمعنى المخالطة، ليس بمعنى المباشرة، ليس بمعنى مماسة الغار، بل هذا في لغة العرب معروف أنه على معنى الحفظ والتأييد والنصر. وهؤلاء الذين يقولون الآيات المتشابهات على ظاهرها ولا تأويل لها، هول المجسمة المشبهة الوهابية اللي بيقولوا ما في تأويل ويقولون التأويل تعطيل، قولوا لهم إذا قلتم على الظاهر وما في تأويل والآية فيها إن الله معنا، يعني على زعمكم الله محصور في الغار، فكيف يكون بذاته على العرش؟ هن بيقولوا على الظاهر الرحمن على العرش استوى، يقولون على الظاهر. طيب وفي آية الهجرة التي تحكي عن الهجرة: لا تحزن إن الله معنا، إن قالوا على الظاهر صار حالا محصورا في الغار. وإذا كان هكذا على الظاهر والحقيقة بزعمهم، كيف يكون على العرش حقيقة بزعمهم؟ هذا تضارب وتناقض. ما هن بيقولوا بلا تأويل ويقولون التأويل تعطيل، ويقولون الآيات المتشابهات على ظواهرها. فليجيبوا عن هذا السؤال: كيف يكون على العرش بذاته حقيقة على زعمكم أيها المجسمة المشبهة، وأنتم تقولون بلا تأويل، والآية إن الله معنا بظاهرها أن الله محصور في الغار بزعمكم؟ هذا تضارب تناقض. يعني هؤلاء سلكوا مسلك اليهود. الله ماذا قال في ذم اليهود؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يجاوبوا عن هذا السؤال: كيف بده يكون على العرش على الظاهر على زعم وحقيقة وبذاته وفي الغار؟ يجاوبوا: إذا قالوا على الظاهر وبلا تأويل، طيب هذه الآية مع آية الاستواء مع آية ثالثة: وهو معكم أينما كنتم، كيف الجمع بظواهر هالآيات على زعمكم؟ لما يقولوا على الظاهر بلا تأويل مع آية وهو معكم أينما كنتم، معناته على زعم مع كل أحد وفي كل مكان حقيقة وبذاته، وهذا أيضا ينقض عليهم أنه على العرش بذاته حقيقة. ولما يكون على الظاهر ومع كل أحد في كل مكان مضى فيها مزية، لا ليكون على العرش بذاته ولا ليكون في الغار بذاته. فهمناها هذه النقطة الأخيرة؟ حأرجع عيد. لما يقولوا وهو معكم أينما كنتم على الظاهر وبلا تأويل وحقيقة، وين المزية أنه يكون إذن بذاته على العرش على زعمكم؟ إذا كان البيت والسوق والمسجد والطريق وظهر الدابة وجوف الحوت في البحر ورأس الجبل وبطن الوادي
والحشوش والحشوش والأخلية والحمامات أماكن الغسل يعني والمطابخ وغير ذلك وهو فيها حقيقة بزعمكم. شو الاختصاص أن يكون بذاته على العرش بزعمكم وأنتم تقولون هو في كل مكان حقيقة؟ بيقول لك لا 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 لا، هذه مش على ظاهرة، هذه إلى تأويل، وهو معكم أينما كنتم هذه تؤول. زعيم وحبيب ابن تيمية بكتابه المسمى بيان تلبيس الجهمية أولها قال السلف قالوا فيها بعلمه. الله أكبر، إذا أولتم هذه فلماذا لا تؤولون الرحمن على العرش استوى؟ هذا قرآن وهذا قرآن. كيف تحكمتم؟ التحكم هو الدعوة بلا دليل. كيف زعمتم أن هذه تؤول وآية الاستواء لا تؤول على الظاهر؟ هذا قرآن وهذا قرآن. إذا أولتم هذه أولوا هذه، ولا يقبلون. فقولهم على الظاهر بلا تأويل تناقض وتضارب وتشبيه وتجسيم، ولم تبقى مزية للعرش، صار أي مكان وأي بقعة من الأرض إذا كان بذاته على العرش وهو معكم أينما كنتم على ظاهرها صار هنا وهناك وفوق وتحت وفي الداخل والخارج ومع كل أحد، إذا مضى في مزية للعرش. ولتحمل الآيات المتشابهات فتقول هو في العرش على الظاهر وحقيقة وبلا تأويل، هذا تناقض. ثم كيف يكون بذاته حقيقة على العرش وبذاته حقيقة في كل مكان؟ هذا تناقض، هذا تضارب. إذا مضى في مزية للنبي لأبي بكر بزعمكم في قوله تعالى إن الله معنا، وماذا يقولون في قول الله إخبارا عن ما أنزل الله لموسى وهارون إنني معكما؟ إذا كان مع هارون وموسى كيف بده يكون بالغار على زعمهم؟ وإذا كان مع هارون وموسى حقيقة كيف على العرش حقيقة؟ وإذا كان على العرش حقيقة وفي الغار حقيقة ومع هارون وموسى حقيقة كيف يعملون بالآية وهو معكم أينما كنتم؟ فليجيبوا عن هذه الأسئلة. إذن لابد من التأويل، فنقول الرحمن على العرش استوى أولتها آية أخرى وهو الواحد القهار، يعني قاهر للعرش ولكل العالم، يعني متصرف في العرش وفيما دونه، أليس قال في القرآن فعال لما يريد؟ هذا معنى الرحمن على العرش استوى. أليس قال في القرآن وهو الواحد القهار؟ هذا معنى الرحمن على العرش استوى. والقاهر والقهار من أسماء الله، وهذا مدح في حق الله. أما جالس وقاعد ومستقر وحال في الأماكن هذا ليس مدحا في حق الله، بل هو شتم وتكذيب له وتشبيه وتجسيم وتضارب وتناقض على زعمهم. إذا ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال سيدنا علي إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. ثم العرش له بداية أم لا؟ والله يقول وهو رب العرش العظيم. والله ليس له بداية، قال في سورة الحديد هو الأول والآخر. فاسمعوا، على قول الله على العرش بذاته وحقيقة يلزمهم أحد أمرين، إما أن يقولوا العرش أزلي مع الله ليكون الله الأزلي عليه، وهذا إشراك لأنهم جعلوا لله شريكا في الأزلية، هو الأول والآخر. وقال الرسول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن ما عندهم جواب. بقي احتمال تاني، أن يقولوا الله مخلوق كما أن العرش مخلوق ليكون الله عليه، وبهذا نادوا على أنفسهم بالكفر والانسلاخ عن الإسلام، والانسلاخ عن الإسلام. إذن وجب التأويل. بل قال الفقيه الحنفي ملا علي القاري في كتابه المرقات من شرح المشكات إن حمل الآيات والأحاديث المتشابهة على ظاهرها كفر بالإجماع. احفظوا هذا النقل، مش عم بيقول بس كفر وسكت، عم بيقول بالإجماع، بالإجماع كفر بالإجماع.
وهذا شارح البخاري ابن بطال علي بن خليفة ابن بطال، هذا قبل الحافظ ابن حجر العسقلاني، شرح البخاري. ماذا يقول؟ يقول يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظواهرها، يجب. وشو بيقول مولانا الإمام القطب أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه؟ صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. قال مولانا الشيخ رحمه الله: من أصول الكفر، يعني من المسائل الموقعة والموصلة إلى الكفر، يعني موقع في الكفر موصل إليه. هاي الإمام الرفاعي عم بيقول حمل المتشابهات على الظواهر يوصل إلى الكفر، يوقع في الكفر. وملا علي القاري نقل الإجماع على كفر من يحمل الآيات والأحاديث المتشابهة على ظواهرها. وابن بطال يقول يجب صرفها عن الظاهر، يجب. بل هذا السكوني الإشبيلي الأندلسي في كتابه التمييز في المجلد الأول يقول: لا يجوز أن يتوهم من الأخبار المتشابهة ما لا يليق بالله بإجماع الأمة. هذا في كتاب التمييز المجلد الأول. فإذا الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى في لغة العرب إلى 15 معنى. في حق الله لا يجوز أن تفسر بالجلوس ولا بالاستقرار ولا بالقعود ولا بالمحازات من غير مماسة ولا بالمحازات مع مماسة شيء دون شيء. كل هذا لا يجوز على الله. هذه محازات بدون مماسة، هذا الاستقرار، هذا مع مماسة شيء دون شيء آخر. لاحظوا كفي جزء منه مماس للكف الأخرى وأكثر الكف التي هي فوق غير مماسة. كل هذا لا يجوز على الله، لا مع الاستقرار ولا مع المساواة ولا مع المحازات ولا مع المماسة. كل هذا لا يجوز على الله، لأن هذا من صفات الأجسام. وانتبه معي، اللي بيكون على العرش إما يكون بقدر العرش أو أصغر أو أكبر، وكل ذلك يوجب أن يكون له مخصص خصصه بأن يكون بقدر العرش أو أصغر أو أكبر، وما كان محتاجا للمخصص فهو مخلوق، والمخلوق لا يخلق، والعالم موجود فموجده لا يشبهه، وهو الله سبحانه، وهو الله سبحانه. ثم لو كان بقدر العرش على زعمهم لكان له أمثال، وهو قال: فلا تضربوا لله الأمثال. يعني على زعم الله كذاب، شفتوا النتائج. وإن قالوا أصغر يعني جعلوه محصورا، وإن قالوا أكبر قيل لهم: بزعمكم جعلتم الإله متجزئا، بعضه في المكان وبعضه خارج المكان، وهذا لا يقوله إلا كافر، وهذا لا يقوله مسلم. شو بيقول مولانا الإمام الشافعي؟ المجسم كافر. إمامنا الشافعي يقول المجسم كافر. هذا رواه عنه الحافظ جلال الدين ابن أبي بكر عبد الرحمن السيوطي الشافعي في كتابه الأشباه والنظائر. وإن قالوا جالس قولوا: قال الشافعي الذي هو من أئمة السلف: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. وهذا رواه عن الشافعي ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي، ورواه أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد الفقيه الشافعي في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه في المجلد الرابع، في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة عن القاضي حسين عن نص الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. الشافعي من السلف، يعني لو كانت هالعقيدة عقيدة السلف كان الشافعي بيجهلها؟ لا يجهلها، لكنها ليست من عقيدة السلف بل هي من عقيدة اليهود. فالشافعي قال: إن من اعتقدها فهو كافر. هذا الإمام الشافعي الذي فيه فسر حديث: لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما ونورا، أخرجه الترمذي. طيب، إذن الرحمن على العرش استوى،
تأتي بمعنى حفظ، استولى، قهر، أبقى، سيطر، وهذا يليق، وهو الواحد القهار. هذا مدح، وكثير من المسلمين وبالتاريخ في عبد القاهر وعبد القهار. أما سمعت بتاريخ الدنيا في حدا مسمى ابن عبد الجالس، عبد القاعد، عبد الجسم؟ ما في. فإذا الجسم لا يكون إلا مخلوقا، والقاعد لا يكون إلا مخلوقا، والله منزه عن ذلك، والله منزه عن ذلك. ثم الجلوس من صفة مدح، إذا عزعموا جعلوه جالس على العرش، تعرفوا هذه الصفة صفة شو؟ عجز. نحن ليه قاعدين؟ إذا بقينا كل عمرنا واقفين بنتحمل، ليش بنقعد؟ إذا هذه صفة مدح في حق الله أم صفة ذم؟ في حق الله هي صفة ذم، يعني معناته هو عاجز، ضعيف، مخلوق، مقهور، متغير، يحتاج لما يجلس عليه. والجالس يكون جسم أعلى يتصل بجسم أسفل، هذه صفة المخلوق والجسم والمركب. والله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، هم جعلوا الخالق كالمخلوق، هم لا يميزون بين الله وبين المخلوقين، لا يميزون بين الله وبين الأجسام. إذن هم ما عبدوا الله، بل الرازي يقول عنهم عبدة الصور، تخيلوا جسما تصوروه قاعدا على العرش وعبدوه. هول مثل عباد الصنم تاع التمر، عرفتوا اللي يحكينا عنهم بالدرس الماضي، كانوا مشركين بمكة يصنعوا صنم من تمر ويعبدوه لما يجوعوا يأكلوه. هول الوهابية والمشبهة السابقين عبدة الصور، تخيلوا صورة جسما قاعدا على العرش وقالوا عنه الله وعبدوه. والله يقول ليس كمثله شيء، الرحمن على العرش استوى، ما قال جلس. بعدين بدي أسأل سؤال، مين في الدنيا لما بيكون بالمسجد الحرام وبيقول الإمام هنيك استووا، بينبطحوا أو بيناموا أو بيقعدوا، أم كلهم يقومون؟ شو؟ ليش فهموا من كلمة استووا القيام؟ ليش لم يفهموا منها الجلوس؟ وهم يقولون عن الله استوى يعني جلس، وهم يفهمون منها القيام. وكلمة استوى في لغة العرب يقال استوى القمر بدرا، القمر جسم. بدي أسألكم سؤال يا أخواننا وأخواتنا، في بالدنيا حدا سمعتوا عنه أو شفتوه لما يقال استوى القمر بدرا بيتخيل القمر نازل قاعد على الكنبية، بيتخيل القمر قاعد على الكرسي وحاطط إجر على إجر أو مستلقي؟ طيب سؤال، القمر مخلوق له بداية أم لا؟ القمر يتغير أم لا؟ يكون هلالا فيصير قمرا أم لا؟ وينتقل من مكان إلى مكان أم لا؟ جسم وحجم أم لا؟ له بداية أم لا؟ ولما تقول استوى القمر ما بيخطر عبالك أنه جلس. ليش الخالق العظيم بيقول استوى يعني جلس؟ شو هالعقول هيدي؟ إذا كان استوى في حق القمر لا يقبل معناها الجلوس، وهو جسم وهو مخلوق، كيف قبلوا أن تكون كلمة استوى في حق الله؟ الرحمن على العرش استوى معناته جلس. كيف فهموا هذا؟ من أين فهموا هذا؟ هذا دين اليهود، هذا دين اليهود، التجسيم الكرامية أخذته من اليهود، ثم هؤلاء انتشروا وتغلغلوا ونشروا هذا الفساد. الرحمن على العرش استوى، هذا معناها حفظ وسيطر واستولى وأبقى وقهر، وهذا يليق في حق الله. أما جلس وقعد واستقر وحاز وماس وباشر، كل هذا لا يجوز على الله، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هيدي واحدة. اثنين، وهو معكم أينما كنتم بعلمه، ما بقى في إشكال، مطلع عليكم لا تخفى عليه خافية، لأنه الآيات الكثيرة تدل على ذلك، تدل والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون خبير، وما الله بغافل عما تعملون، آيات كثيرة. طيب شو بيكون معنى وهو معكم أينما كنتم؟ عالم بكم أينما تكونوا لا تخفى عليه خافية، إن الله معنا حافظنا وناصرنا، إنني معكما يعني مؤيد لكما، حافظ لكما، مؤيد لكما، ناصركما على فرعون. هذا في أمر موسى وهارون
عليهما السلام مضى في إشكال، انحل زال الإشكال، تطلع عقيدة واحدة موجود بلا مكان سبحانه، منزه عن الجلوس والتغير والحجم، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، وليس في الفضاء كالهواء، وليس في الفضاء كالهواء، ومنزه عن الحلول والاتحاد، لا في الغار ولا في كل الأماكن. ماذا قال في القرآن؟ لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال. هذه الآية مع وجازة لفظها تنفي عن الله، تنفي عن الله أن يكون أصلا لأحد أو لشيء، وتنفي عن الله أن يكون فرعا عن أحد أو عن شيء، وتنفي عن الله الأبوة والبنوة، وتنفي عن الله الحلول والاتحاد. هذه الآية لحالها فيها رد على كل هؤلاء، لم يلد ولم يولد مع وجازة لفظها، فيها الرد على اليهود وعلى كل من قال الله له ولد، وعلى مشركي العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله وأمهاتهم سروات الجن، فيها الرد على من يقول بالاتحاد والحلول لأنه قال لم يلد ولم يولد. هذه الآية لحالها. وقد نقل الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي، اسمعوا هذه العبارة، قال من يقول بالحلول والاتحاد فهو كافر بإجماع الأنبياء والأولياء والمسلمين. شيء عجيب، استعمل لفظ مفرح جدا، قال بإجماع الأنبياء، قال هذا كافر بإجماع الأنبياء، بإجماع الأولياء، بإجماع المسلمين. فاللي بيقول بالحلول والاتحاد منه من المسلمين، هذا عدو الله، هذا شتم الله. ماذا يقول المفسر الرازي المشهور؟ من وصف الله بصفة من صفات خلقه فقد شتمه. هذا شتم لله، مش في الحديث القدسي شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، في بعض الألفاظ هيك الحديث، وهو حديث قدسي وأصله عند البخاري، يعني هذا شتم لله. فاللي بيقول الله جالس، الله قاعد، الله حلول، حل واتحد بالمخلوقين، أو الله بذاته على العرش، هذا شتم الله، هذا لم يمدح الله، لم يعظم الله، هذا شتم الله. الله يقول ليس كمثله شيء، وهو يشبه الله بخلقه. إذن لابد من شو؟ من التأويل. فشو بيطلع معنا؟ وهو معكم أينما كنتم بعلمه، لا تحزن إن الله معنا حافظنا وناصرنا، الرحمن على العرش استوى حفظ وسيطر وأبقى واستولى قهر. طيب إنني معكما حافظ لكما ناصر لكما، ما بقى في تناقض. أما على مذهب واعتقاد المشبهة المجسمة الوهابية ومن سبقهم من المجسمة مثل الذهبي وابن بطة وابن عبد البر وابن قيم الجوزية وابن كثير، على مذهب هؤلاء القرآن متناقض متضارب، وهذا لا يقوله مسلم، هذا لا يقوله مسلم. الله ماذا قال عن القرآن؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن ما في تناقض، أما على اعتقاد هن القرآن متضارب ومتعارض ومتناقض، والله ماذا يقول؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن منذ أن بلغ الرسول إلى اليوم إلى قيام الساعة لا يجدون تعارضا واحدا مع آية أخرى في القرآن، ولا بيقدروا يجيبوا مثل أقصر سورة من القرآن. الله ماذا قال في سورة البقرة؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا استطاعوا ولا يستطيعون ولن يستطيعوا، ما بيقدروا. هذه أعظم معجزات النبي محمد القرآن، قرآن محفوظ وإنا له لحافظون، ما بيقدروا. أما على مذهب هول المجسمة جعلوا القرآن متضارب، وهذا يرد عليهم بما ذكرناه الآن من آيات، وينطبق عليهم ما قاله الله في اليهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن ثبت التأويل كما قال أهل الحق أهل السنة والجماعة نصرهم الله، الأشاعرة والماتوريدية.
فإن قالوا لك على الظاهر بلا تأويل يقال لهم أجيب عن هذه الآية. قال الله تعالى في القرآن الكريم: كل نفس مش هذا نص قرآني؟ وهن بيقولوا على الظاهر بلا تأويل، والله يقول إخبارا عن أمر عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والآية تقول كل نفس، يعني جعلوا الله يموت. شو في عاقل بيقول هيك؟ على قولهم جعلوا الله يموت، كل نفس ذائقة الموت. والله يقول إخبارا عن قول عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني جعلوا الله يموت بناء على قولهم على الظاهر بلا تأويل. والله يقول في القرآن: وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني على زعم تضارب. إذا كان هون يموت هون يقول لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب شو الحل؟ التأويل. تعلم ما في نفسي يا رب، عيسى يقول لله عز وجل: ولا أعلم ما في نفسك، لا أعلم ما في سرك، بعضهم قال أي في غيبك، ولا أعلم ما في غيبك يا رب. وليس معنى النفس هنا الروح أو النفس التي هي في جسد من فيه حياة فإذا فارقت يموت، كما العادة أن الله أجرى في الناس والجن والبهائم اجتماع الجسد والروح يكون سببا للحياة، فإذا طلعت الروح مات هذا. ليس هذا معنى ولا أعلم ما في نفسك، هذا في المخلوق. ولا أعلم ما في نفسك أي لا أعلم ما في غيبك يا رب، لا أعلم ما أخفيت عني يا رب، لا أعلم إلا ما أطلعتني عليه يا الله، هذا معنى ولا أعلم ما في نفسك. أما الناس، رب العالمين ماذا قال في القرآن؟ تبارك الذي بيده كمله الذي خلق. لحظة، الموت والحياة، هذا بالنسبة فيما يتعلق بالمخلوقين. حياة الله أزلية أبدية فلا تدخل تحت هذه الآية، فلا تكون حياته مخلوقة. والموت مستحيل عليه أصلا، هو منزه عن الموت أصلا. وأما على قولهم فالله حي، فالله حي، والله يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، هل يقولون حياة الله مخلوقة له؟ وهناك كل نفس ذائقة الموت فيقولون يموت؟ هذا لا يقوله إلا من هو من أكفر الكافرين. إذن لابد من التأويل. شو معنيت ولا أعلم ما في نفسك، لا أعلم ما في غيبك، لا أعلم إلا ما علمتني، لا أعلم إلا ما أطلعتني عليه، لا أعلم ما أخفيته عني. وأما بالنسبة لنا، نعم الروح على قول بعض العلماء هي النفس، بعض العلماء يقول الروح هي النفس. وجرت العادة أن نكون أحياء ما دامت مجتمعة هذه الروح مع الجسد، فإذا طلعت الروح صرنا أمواتا، فارقت صار الجسد كالخشب نموت، هذا بالنسبة لنا. أما الله حياته أزلية أبدية والموت عليه مستحيل. أما على قولهم على الظاهر بلا تأويل، جعلوا حياته مخلوقة وجعلوه يموت لأنه قال كل نفس ذائقة الموت. إذن لابد من التأويل، لابد من التأويل. وليجيب عن قول الله تعالى أيضا في أمر سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، أليس الله يقول في القرآن عن سفينة نوح: تجري بأعيننا. اسمعوا، السفينة جسم كبير بناها نوح، طلع فيها، ركب فيها هو والذين آمنوا معه. وشو أخذ معه؟ البهائم من كل زوجين اثنين.
إذا بيقولوا على الظاهر بلا تأويل فقد جعلوا البهائم التي كانت في سفينة نوح في ذات الله حقيقة، يعني جعلوا الكلاب والقردة والخنازير والحمير والزواحف والطيور التي كانت في سفينة نوح دخلت في ذات الله حقيقة، لأنهم يقولون على الظاهر بلا تأويل، والآية فيها تجري بأعيننا. يعني إذا كان رب العالمين جسم جارحة والسفينة تدخل فيه حقيقة، هذا يعني أصرح، هذا من أصرح الصريح في الكفر ولا يقوله عاقل. إذن لابد من التأويل. فشو بيقولوا تجري بأعيننا؟ بحفظنا، بعنايتنا لها، لأن القطرة التي كانت تنزل كالجبل، الأمواج كانت كالجبال، وهذه السفينة كانت بين تلك الأمواج التي كالجبال تجري بهم، محفوظة بإذن الله وقدرته وعنايته. هذا معنى التجري بأعيننا، بحفظنا لها، بعنايتنا لها، برعايتنا، هذا معنى تجري بأعيننا. أما إذا قالوا على الظاهر جعلوا السفينة والخشب والبشر والبهائم في ذات الله، وإذا كان هيك عزعم، فالكفار الذين يكونون في النار يكونون أقرب إلى ذات الله من المؤمنين الذين يكونون في الجنة. كيف؟ مش هن بيقولوا على العرش بذاته؟ ما بيقولوا في الجنة بذاته. المؤمنين يوم القيامة أين يدخلون؟ الجنة. طيب والحديث شو بيقول؟ الحديث ماذا يقول؟ حتى يضع الجبار قدمه فيها. ها؟ يعني على زعم على الظاهر يكون جزء من الله في جهنم مع الكفار، فيكونون أقرب إلى ذات الله من المؤمنين الذين في الجنة والله فوق العرش على زعمهم. وهذا لا يقوله عاقل ولا مسلم ولا مؤمن ولا فهيم. طيب شو معنى حتى يضع الجبار قدمه فيها؟ قدمه ما يقدمه للنار، يعني آخر فوج من أهل النار الكفار الذين تمتلئ بهم جهنم فتسكن جهنم. يظهر لها صوت يوم القيامة، ها؟ جهنم يظهر لها صوت، فالله تعالى يضع فيها ناسا من الكفار هم آخر فوج من أهل النار. وفي لغة العرب القدم يطلق على ما يقدم، يقال القدم لأنها تقدم في المشي. طيب والقدم لما يقدم، فهن حتى يضع الجبار قدمه ما يقدمه، هذا الفوج الله بقدرته يدخله النار فتمتلئ بهم جهنم. كما يقال رجل في اللغة العربية على الفوج رجل من جراد، رجل يعني فوج، حتى يضع الجبار رجله، بلفظ هون رجله مش يعني جزء منه، مش يعني هذه الجارحة، يعني شو ما يقدمه من فوج أهل النار لها فتمتلئ بهم وتسكن. ببطل يطلع على هذا الصوت القوي الذي يظهر يوم القيامة. إذن لابد من التأويل. أما إن قالوا على الظاهر فليجيبوا عن كل هذه الأسئلة، وبهذا يظهر حقية وصدق مذهب أهل السنة والجماعة الذين ينزهون الله عن كل صفات المخلوقين. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.